السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي ومتابعين قناة نسمات في درس جديد من دروسنا. في أحد التعليقات على فيديوهات القناة، في شخص طلب إن أنا أعمل درس عن تصميم لوجو أو شعار إسلامي. من وجهة نظري إنه مفيش فرق بين شعار إسلامي أو شعار عادي، المهم الفكرة. المهم عندي إن الشعار يعبر عن المحتوى والمجال الخاص بيه. طب فكرة تصميم شعارات الإسلامية، طبعا أنا ممكن إن أنا أضيف شكل إسلامي في الشعار أو أضيف لون من الألوان اللي معروف عنها إنها الألوان الإسلامية. طب تعالوا نبدأ مع بعض نصمم الشعار ونشوف الخطوات بتاعة تصميم الشعار مع بعض. طبعا بشكل عام أنا لما أحب أصمم شعار أو لوجو بجيب ورقة وقلم وأرسم وأحدد الشعار على سكتش، أبدأ أرسم الخطوات على سكتش وأشوف الفكرة اللي هتجيلي في تصميم الشعار. هعمل عمل جديد على برنامج الإليستريتور، المقاسات مش هتهمني، وليكن أنا عندي مسكت ورقة وقلم وبدأت أصمم الشعار. الشعار اللي صديق القناة طلبه هو كلمة بالقرآن ناحية. لو جينا حللنا الشعار كلمة بالقرآن ناحية وفكرنا في تصميم الشعار أو الشكل اللي أنا هصمم بيه الشعار، ممكن إن أنا أرسم وليكن كتاب مفتوح، وداخل الكتاب ده نكتب كلمة بالقرآن ناحية، ونبدأ نضيف بقى التأثيرات على التصميم زي ما احنا اتعلمنا وزي ما شفنا في الدروس اللي فاتت. طبعا الأفكار بتاعت الشعارات مش بتيجي بسهولة، لازم أتعلم وأتدرب وأشوف دروس كتير في تصميم الشعارات، وبعد كده مع الخبرة ومع التدريب المتواصل هوصل للأفكار بسرعة وهقدر أنفذ فكرة الشعار في وقت بسيط جدا. تعالوا مع بعض نبدأ بقى تصميم الشعار ونبدأ في الدرس بتاعنا بشكل مباشر. علشان أصمم الكتاب المفتوح أنا هستخدم أداة البين تول، هرسم خط هنا كده وارسم خط هنا بالشكل ده وأعمل الخط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحدد الخط ده واروح من هنا هختار البراش البيزك، وهاجي من اليونيفورم وهختار الشكل ده وهزود الخط بالشكل ده كده. هختار أداة الورب، هضغط على الأيقونة ديت هختار أداة الورب، طبعا هكبر الأداة شوية، هنخليها وليكن 200 في العرض و200 في الارتفاع، هضغط أوكي وأبدأ أظبط الشكل بتاعي بحيث ياخد الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. اوكي كده كويس، هضغط كليك يمين واختار ترانسفورم وهختار روتيت، هضغط كليك يمين واضغط واختار ترانسفورم وهختار ريفلكت، وبعدين هعمل كوبي. تعالوا نكبر الشكل ده شوية، هشيل النسخة اللي انا عملت لها كوبي وهسحبها بالشكل ده هنا كده، أصبح عندي شكل الكتاب بالشكل ده. هحدد الاثنين دول وهعمل كنترول سي، هضغط على كنترول سي وكنترول اف هيعمل منهم نسخة، هضغط بسهم الكيبورد لتحت شوية، هضغط على شيفت والت وأصغر بالشكل ده. انا قدرت اعمل الكتاب المفتوح زي ما انتم شايفين كده. نقدر برضو ان احنا نعمل الشكل ده، الشكلين دول نقدر ان احنا نقلل السماكة بتاعتهم شوية، هنحدد الشكل ده بالبين تول ونخلي الستروك وليكن 16، وده نفس النظام نحدده كده وناخد الستروك 16. اوكي كده كويس معايا، حدد الاربع اشكال دول واروح على قائمه اوبجكت واختار اكسباند ابيرنس، وبعدين هضغط كليك يمين واختار جروب. كده انا خلصت من الخطوه الاولى ان انا صممت الكتاب المفتوح. نجيبهم كده في المنتصف،
بعد كده نبدأ نصمم كلمة بالقرآن نحيا. هختار أداة الكتابة وهكتب الكلمة بالشكل ده، هحط الكلمة في المنتصف هنا وأبدأ أكبر حجم الكلمة علشان تبقى مالية الفراغ اللي هنا بالشكل ده. الخطوة اللي جاية إن أنا هجيب هروح على قائمة فيو وهختار رول شو رول، وهجيب جايد هنا كده وجايد هنا كده بحيث إن أنا ما أتعداش حدود التصميم اللي أنا عملته. نحدد بقى الفونت المناسب لكلمة بالقرآن ناحية. أنا عندي طبعا أنت هتحدد الفونت المناسب برضو بناء على الخبرة بتاعتك. أنا عندي في خط فونت اسمه كلمة، هحدد الفونت ده وهبدأ أصغر بالشكل ده كده. أنا اخترت الفونت ده ليه؟ هنشوف دلوقتي مع الشرح أنا اخترت الفونت ده ليه. هضغط كليك يمين واختار كرييت اوت لاينز، هضغط كليك يمين واختار ان جروب، وبعدين برضو كليك يمين مره تانية واختار ريليز كومباوند باس. هلاقي عندي حرف القاف هنا اتقفل بالشكل ده، الجزء ده قفل على حرف القاف. هحدد حرف القاف مع الجزء ده واروح على الباس فايندر، ممكن اجيبها من قائمه ويندو لو هي مش موجوده عندك، وبعدين هضغط على الماينس فرونت هتتحرر بالشكل ده. النقط ديت هحذفها. طبعا كلمة بالقرآن مفروض فيها شدة مش همزة، هنحذف الهمزة وبعدين هنحط لها شدة بعد كده. هنحذف النقط ديت دلوقتي بحيث انها ما تعكس معانا في الشغل، وبعد كده هنبدأ نرسمهم بالإليبس. تعالوا نصغر ونقفل ديت كده. هنجيب كلمة بالقرآن ناحية بقى نبدأ نظبط فيها ونعدل فيها بحيث انها تمشي مع التصميم. هنجيب الحرفين دول، هنضغط على الباس فايندر، هنستعمل الباس فايندر كتير خلي بالنا، ونضغط على اليونت بحيث يبقوا حرف واحد جزء واحد، هننزلهم كده ونعمل لهم روتيت بالشكل ده. ونجيب كلمة بالقرآن مش هنعمل لها يونت دلوقتي، هنحدد هي تلات أجزاء، جزء اتنين تلاتة. هنحدد التلات أجزاء دول بالضغط على شيفت ونعملهم بالشكل ده ونجيبهم كده. الجزء ده أنا عايز أجيبه كده شوية بحيث يبقى متوازي مع الجزء ده، والجزء ده انا عايز اجيبه كده شوية، والجزء ده هرفعه لفوق وهجيبه كده شوية بحيث ان الحرف ده يبقى طالع من هنا كده ما يعكسش في حرف الكاف. ممكن نشتغل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الفكرة اللي أنا بفكر فيها تظهر قدامكم دلوقتي حالا لما نكمل الشعار، وهتشوفوا أنا وصلت للشكل ده إزاي. هحدد النقطة ديت بالسهم الأبيض طبعا، وهضغط شيفت وحدد النقطة ديت واسحبهم بالشكل ده كده بحيث يبقوا موجودين عندي هنا. طبعا أنا عندي السناب متفعل، فأنا بروح على فيو واختار سناب تو بيكسل، الغيها، الغي اي سناب هنا بحيث ان انا اتحرك بيه حريه في بالخط. اوكي انا وصلت للشكل ده، وبعدين احدد النقطه ديت هنا والنقطه ديت واسحب الشكل ده كده. بعد كده هجمع الثلاث قطع دول واختار على واضغط على اليونت بحيث يبقوا قطعه واحده بالشكل ده. لو في اي بقى حاجه زياده التشوهات اللي في الحرف ده بقدر الغيها. عندي نقطة هنا هضغط عليها واضغط على الديليت اللي هنا ديت او ديليت في الكيبورد، وهنا عندي نقطة هضغط عليها واضغط على الايقونة ديت او اضغط على ديليت في الكيبورد، ارفع ديت فوق شوية. اوكي كده ممتاز معايا. هاجي هنا للحرفين دول اديهم امالة كده بحيث انه يبقى مستقيم مع الشكل. بعد كده هروح احدد الشكل ده كده، احدد النقطة ديت واضغط شيفت واحدد النقطة ديت
وارفعهم لفوق بالشكل كده، وانا برفع اخلي بالي ان الحرف ما يتشوهش على استقامة بالشكل ده. هنجيب حرف النون نحطه هنا، هنجيب حرف الالف ونضيفه هنا كده، ونختار النقطتين دول نحددهم، نطلع بقسم الكيبورد لفوق شوية وليكن كده كويس. هنجيب حرف النون ده هنضيفه هنا، بس انا عايز اعمل توسيع لحرف النون بحيث انه يغطي المنطقة ديت، فهنجيب حرف النون هنجيبه هنا كده. انا عايز امد حرف النون شوية، فهحدد الجزء ده وبقسم الكيبورد واسحب بالشكل ده. تعالوا نشوف كده. طبعا انا بتلاعب في حروف الكتابة بحيث انها تديني الشكل المناسب للتصميم. ممكن بقى ان انا اجيب حرف الراء، اجيبه كده شوية، هختار اداة الليسو او الحبل واحدد الجزء ده كده، وبقسم الكيبورد هتحرك ناحية الشمال شوية، وبعدين هنزل تحت تحريك ناحية الشمال، وبعدين انزل تحت بحيث ان انا امشي باستقامة في التصميم. اوكي، انا كده قدرت ان انا اعبي المنطقة ديت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هجيب كلمة ناحية هحددها بالكامل كده، واعمل لها روتيت كده بالشكل ده. طبعا انا عايز اعبي الفراغات اللي هنا ديت بحيث ان الكلمة تعبي كامل المنطقة بالشكل ده، فهجيب الجزء ده كده اسحبه هنا، واجيب الجزء ده اسحبه بالشكل ده، وبعدين ابدأ بقى الحم الكلمة مع بعض. هحدد النقطة ديت واضغط شيفت واحدد النقطة ديت واسحب كده. طبعا الكلمة طالعة لفوق شوية، فهحددها بالماوس وانزل كده. اوكي كده ممتاز، هنحددهم ونضغط على اليونت، ونحدد الجزئين كمان ونضغط على اليونت. تعالوا بقى نحدد النقطتين دول ونسحبهم بالشكل ده كده. طبعا انا حددت الثلاث نقط مع بعض، لا انا بحدد النقطة واضغط شيفت واحدد النقطة ديت واسحب. هضغط على اليونت. تعالوا نشوف شكل التصميم معانا اصبح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب في عندي حاجة دلوقتي، تعالوا نجيب جايد ونحطه هنا كده. انا عايز اخلي الحرف ده الالف مساوي للحرف ده، بحيث ان انا لما ابدأ اعمل الخطوة الجاية يكون متناسق معايا الدوران، لان هعمل كيرف هنا كده بالشكل ده، هعمل كيرف كأنه مدنت جامع، فعايز الخط ده يكون متناسق معايا. فانا هجيب النقطتين دول هرفعهم كده شوية، وهجيب النقطتين دول احدد النقطتين دول وانزلهم لتحت كده شوية، احدد النقطتين فقط وانزلهم لتحت كده شوية، وده لو جبناه لفوق كده شوية. اوكي كده معايا الشكل مناسب. تعالوا نعمل بقى الخطوة اللي جاية، ان انا اعمل كيرف هنا. تعالوا نشوف هنعمل كيرف ازاي. هنستخدم اداة الاليبس ونخليها ستروك فقط، الكالر نان، ونيجي هنا كده ونرسم دايرة، ونضغط على المسطرة اللي هي الطويلة ديت اللي في الكيبورد، نتحرك بالشكل ده كده كده ان احنا عملنا إليبس او عملنا دايرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجيب اداة البين تول هضغط عليها كده، واختار اد انكور بوين، وهضغط كليك هنا، وهضغط كليك هنا كده، انا ضفت نقطة هنا ونقطة هنا. هاجي للنقطة ديت اختار السهم الابيض واحددها بالشكل ده، واضغط على علامة المقص ديت اللي هي كات باس، وهضغط هنا، وبعدين هضغط برضو على علامة المقص ديت كده. انا فصلت الجزء اللي تحت عن الجزء اللي فوق، حدد الجزء اللي تحت واضغط ديليت مرتين في الكيبورد، اصبحت عندي الجزء اللي فوق فقط لا غير. هجيب الجزء اللي فوق ده هحدده كده،
واضغط على الايقونه ديت كده اللي هي الاستروك، ازود الاستروك بتاعه شويه بحيث لما يبقى في حجم شكل او في حجم الخط اللي هو بتاع الكتابه ديت. هنديها استدارة شوية بسيطة كده بحيث انها تبقى متناسقة مع الاستروك بالشكل ده. اوكي كده الشكل ده مناسب معايا، هحدده وبعدين هروح على قائمة اوبجكت واختار اكسباند واضغط اوكي. احدد الشكل ده مع الشكل ده، انا بضغط شيفت مع الشكل ده، وهروح على الباس فايندر وهضغط على اليونت وهما متحددين. هختار الورب، هضغط هنا واختار الورب، وبعدين ابدا بقى ان انا اظبط. طبعا الورب كبيره جدا معايا، فهضغط دبل كليك عليها واخليها وليكن 50 في العرض و50 في الارتفاع، واضغط اوكي. لا 50 ولا ايه، لا هخليها 100 في العرض و100 في الارتفاع، ونضغط اوكي. وهاجي هنا كده واضغط كليك واحد بس، وهنا هضغط كليك واحد بحيث ان يديني الشكل الاستدارة ده يكون الشكل مناسب معايا او متناسق معايا. اوكي كده اعتقد انه كويس. تعالوا بقى نبدأ نكبر، نبدأ نظبط الشعار بتاعنا او التصميم بتاعنا ديت. هنجيبها تحت كده شوية، حرف الالف ديت هنسحبها فوق كده. هنبدأ بقى نضيف النقط. هنا هضيف نقطتين، ادي نقطة ادي اتنين. هنا هضيف نقطة، ممكن اضيفها هنا كده واخليها، تعالوا ناخد كوبي من النقط ديت بحيث تبقى النقط كلها حجم واحد. كنترول سي كنترول في، نعمل كوبي منها، كنترول في مرة تانية ونحط النقطة هنا، كنترول في مرة تانية ونحط نقطة على ناحية. طبعا نجيب النقطة ديت، نعمل كنترول في مرة تانية ونحط نقطة على بالقرآن. النقطة دي هنصغرها شوية بحيث انها تعبي المكان ده. هناخد منها نسخة، كنترول سي كنترول في ونحط نقطة هنا، وكنترول في ونحط نقطة هنا كده. النقط بتاعتي اوكي تمام. النقطة ديت هنجيب أداة الإليبس ونرسم دايرة فوقيها بالشكل ده كده، ونحدد الدايرة ديت ونحدد حرف الألف ونضغط على الماينس فرونت، هتفرغ مكان النقطة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فاضل عندي التشكيلة اللي هي الشدة، فتعالوا نجيبها لأن احنا لما كتبنا ما كانتش جت معانا، جت حرف الهمزة، فهنجيبها بالشكل ده. هنضغط على شيفت وحرف الياء أو حرف الإن بالإنجليزي، فهتظهر معايا بالشكل ده. هضغط كليك يمين واختار كريت أوتلاين، وبعدين هختار أن جروب، وبعدين هختار ريليز كومباند باس. هلاقي الجزء طلع لوحده، فهجيبه كده وابدا اكبر الشكل بتاعه شويه. وتعالوا بقى نعمل ديليت للجزء ده. عايز بقى ارسم علامه المدنه او المأذنه هنا كده، فهجيب اداه الاليبس، هرسم دايره بالشكل ده واعمل لها كنترول سي كنترول اف، عملت نسخه، وهضغط على هخليها اي لون تاني النسخه اللي فوق، هختار السهم اسود، احرك بالاسهم الكيبورد كده شويه بالشكل ده، احدد الاثنين واختار ماينس فرونت، هيظهر عندي شكل الهلال، هعمل له روتيت بالشكل ده، وبعدين ببدا اضيفه في التصميم كده. ممكن نعمل له الشكل ده كده يعني حسب ما تحب. هنحدده كده ونختار اليونت من الباس فايندر. بعد كده هنبدا نديها اللون او ندي تشكيل للكلمة بحيث نعبي الفراغات اللي موجودة هنا. ممكن التشكيلات نختار اداة البراش، وبعدين نروح نختار براش ارتستيك كاليجراف، هنختار براش الكاليجرافي، وبعدين هنخلي السماكة اللي اقل سماكة موجودة عندنا، ونبدأ بقى تعالوا نشوف كده. نبدأ نعمل
مجموعة من التشكيلات بحيث تدينا شكل للتصميم، أو إن إحنا نعبي الفراغ اللي موجود هنا. طبعا تقدر تجيب التشكيلات ديت من اي براش تاني او من اي خط تاني، بتكون افضل وشكلها احسن حسب راحتك وحسب راحة المصمم. اوكي، هنكتفي كده بمجموعة التشكيلات ديت. نبدأ بقى ندي لون للتصميم. هناخد كلمة بالقرآن، نحددها بالكامل كده بالنقط بتاعتها بالشكل ده، ونعمل لها جروب. نضغط كليك يمين ونضغط على جروب، وبعدين نديها لون. طبعا الألوان الإسلامية أعتقد اللون الأخضر، أو إن أنا أديها جريديانت ونديها تدرج لوني بين اللون الأخضر واللون الأخضر الفاتح الأخضر الغامق. تعالوا نشوف كده، نجرب الخطوة الجريديانت في الشعارات. هنجيب اللون الأخضر نحطه هنا والأخضر التاني هنا كده، ونجيب لون فاتح شوية نضيفه هنا كده. ظهرت عندي شكل جميل فعلا. تعالوا نجيب أداة الجريديانت ونسحب بالشكل ده ونشوف التصميم أصبح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ديت الكتاب هنحدده، هنديه اللون الرمادي أو اللون ده، ممكن برضو نديه جريديانت هو التاني. تعالوا نجرب كده، هنديه جريديانت بالشكل ده، هنديه اللون ده هنا كده واللون ده هنا، واللون اللي فاتح شوية هنخليه في المنتصف، هيبقى عندي بالشكل ده. ممكن بقى التشكيلات ديت نديها نفس لون الكلمة، هنضغط شيفت ونحدد كل التشكيلات اللي انا عملتها. ونضغط اوبجكت ونختار اكسباند ابيرنس، ونديها نفس التدرج اللي على كلمة بالقرآن الناحية. طبعا ديت نفس النظام، هنديها نفس التدرج. هنيجي هنا هنعمل حاجة مختلفة. النقطة ديت هنديها لون من الالوان، لون مختلف عن التصميم، وليكن هنديها اللون الاحمر اللي شفناه ده. الخطوة اللي بعد كده هبدأ بقى ان انا اضيف تأثير على التصميم ده. تعالوا نشوف التأثير اللي هضيفه. هستخدم أداة البين تول، هرسم نقطة هنا وهاجي هرسم نقطة هنا كده بالشكل ده على الحد بتاع الكلمة عندي هنا 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 بالشكل ده، وبعدين هضغط Alt واضغط هنا بحيث اكسر الكيرف واحدد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين هقفل الدايرة كده. هضغط كليك يمين واختار Arrange Send to Back، وهو متحدد. هضغط السهم الاسود وهو متحدد الشكل كده. هروح على Style وهضغط كليك يمين هنا واختار Image Effect، وهختار الاختيار اللي موجود عندي هنا ده، فهيظهر عندي الشكل اللي انتوا شايفينه ده كأنه هالة طالعة من الشكل. هلاقي الشكل مش مظبوط عندي هنا في الأسفل، فهروح اختار أداة الأنكور أد أنكور بنت في البين تول، وهضغط في النص هنا كده، هعمل بوينت أو أنكور وهسحبها لتحت كده، هجيبها في النقطة ديت وهي متحددة. هضغط على الأيقونة ديت بحيث أخليها كيرفت. هضغط على Alt وأضغط على الهاندل اللي هنا كده وأسحب لفوق بحيث أخليها بالشكل ده، وأنا ضغط على Alt برضه هضغط على الهاندل ده وأسحب لفوق بالشكل ده،
فهتصبح عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا بقى لو في اي حاجة زيادة نظبطها ونشوف شكل التصميم معانا. ادي شكل الشعار اللي عملناه بالقرآن والناحية. طبعا التشكيلات ديت لو انت شايف شكلها وحش نقدر نشيلها ونضيف مكانها اي اضافة تاني. تعالوا نجرب كده بحيث انه يكون التصميم معانا متكامل مفيش فيه اي تشوهات. تعالوا نعبي الفراغ ده بحاجة جميلة جدا. انا هجيب اداة التكست وهضغط كليك هنا. عندي خط او فونت جميل جدا في مجموعة من الزخارف، وليكن الخط ده في مجموعة من الزخارف زي ما انتم شايفين كده جميلة جدا. هضغط كليك يمين هختار واحدة منها، هضغط كليك يمين واختار كرييت اوت لاين، وبعدين هختار ان جروب، وليكن انا هختار ديت واحطها في المنطقة الفاضية هنا كده، واجيب الباقيين دول امسحهم هحددها بالشكل ده، واروح اختار اداة الاي دروبر واديها نفس اللون بتاع الكلمة، او ممكن نديها اللون الاحمر. خلينا نجرب اللون الاحمر ونشوف هيبقى متناسب معانا في التصميم ولا لا. تعالوا نشوف كده. اوكي عمل، اعتقد انه عمل انعكاس للتصميم او للون. اعتقد ان التصميم كده بقى متكامل، ولو في اي اضافة عايز تضيفها تقدر تضيفها عادي مفيش اي مشاكل. حابب انك تضيف زخرفة كمان اسلامية هنا، فهنحدد الجزء الابيض ده، هنضغط على كنترول سي وبعدين كنترول اف بحيث يعمل طبقة فوق، وهنروح من الستايل هنضغط كليك يمين هنا ونختار ونستر باترن ستايل، وبعدين هنحدد الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنروح على الاوباسيتي ونخلي الاوباسيتي قليل جدا وليكن 42% كده ممتاز. تعالوا نشوف شكل التصميم النهائي بتاعنا، اصبح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شعار اسلامي بالقرآن وناحية. اتمنى انكم تكونوا استفدتم من الدرس ده وقدرتوا تطلعوا بمعلومات مفيدة في الدرس بتاع النهاردة، واشكر كل الناس اللي بتدعمني في القناة وكل الناس اللي بتعلق او بتعمل لايك على الفيديوهات. طبعا ده دعم كبير لينا وللقناة والمجهود اللي بنقدمه في الدروس. ان شاء الله استمر معاكم دايما في الدروس. لو انا بتأخر شوية معلش اعذروني، بيكون عندي ظروف ما بقدرش ان انا اجهز درس، فان شاء الله انا برضو مستمر معاكم، وكل فترة هقدم لكم الدروس اللي عندي او المعلومات اللي عندي مش هبخل عليكم بيها. الناس اللي لسه اول مرة تشوفنا يا ريت تشترك معانا في القناة حتى تقدر تتابع وتشوف الدروس بتاعتنا اول باول. عندنا اكتر من 260 درس في القناة، ان شاء الله يكونوا مفيدين للمصمم العربي، ونقدر نطلع بمعلومات مفيدة من الدروس اللي بنقدمها ليكو إن شاء الله بإذن الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.